انا قراءتي ان الرجل المناسب هو اللي غادي يقدر يلبي الرغبات ديال الرجاء، هو اللي غادي يكون يتعامل بالصدق حتى، ولكن الرجل المناسب هو الذي سيقرا تجربه عزيز البدراوي. عزيز البدراوي ليس نبيا ولكن ليس شيطان ايضا، هو رجل اختار انه غادي يجي غادي يسير الفريق ديال الرجاء عن حب، جاء يعني الناس داروا فيه الثقه وجا للرجاء واش غادي يسيرها، يمكن ما تمكنش، يمكن ما توفقش، يمكن يمكن يمكن، ولكن علينا ان نقرا التجربه ديالو ونقرا تجربه كيف الان غادي يمشي في حالته عز البدراوي، وكيف ايضا تخلى الاستاذ انيس محفوظ وقبله رشيد الاندلسي وقبله الزيات واللجنه المؤقته مع محمد اوزر وسعيد حسبان، يعني هذه كلها التراكمات ينبغي قراءتها الامور حتى لا تتكرر هذه الازمه وتتكرر هذه المشاكل. الرجل المناسب هو الذي اولا يعني تكون له ضمانات، تكون له امكانيات حتى لا تتكرر هذه المشاكل، لا تتكرر هذه الازمات، لا تتكرر، هذا هو الرجل المناسب، ماشي الاشخاص. المؤسسه اللي هي الرجاء مستمره والاشخاص يتبدلون، مسيرين، لاعبين، مؤطرين، كل كيدير، ولكن الرجاء ثابته ككيان تاسس في 20 مارس 1949 74 سنه الان في هذا الجمع العام، لا ينبغي ان نضع 74 سنه على المحك. انتم كلكم عارفين المشاكل وكلكم عارفين الحلول، ولما انت تجدون الحل بيناتكم انتم يعني وتلقاو الحل وتدخلوا للجمع العام باتفاق بيناتكم مع المنخرطين، مادام ان القاعده البرلمانيه هما دوك المنخرطين هما اللي غادي يختاروا هما اللي غادي يحسموا بيناتكم، وتلقاو واحد الحل وتعفيو الجماهير من هذه الانتظارات ومن هذاك. الان الرجاء راه ما خصهاش شي ساحر ولا خصها، الرجاويين يعرفون، الرجاويون والرجاويات كيعرفوا مشاكل ديال فرقتهم وكيعرفوا مشكل فرقتهم وكيعرفوا اش خاص فرقتهم، عارفين اش خاص الفرقه ديالتهم. فرقه خاصها ما تبقاش كتشكي، فرقه خاصها ما بقاش، خاصها موارد قاره وخصها الان استراتيجيه ديال تداك وخصها يعني تركيبه بشريه تدبر وتسير على الاجماع. هادو كلهم برامج كتبقى كخطابات، اللي كيبقى الاهم هو مدى قدره الرجل او التركيبه اللي غادي تكون معاه اللائحه، مدى قدره ديالتهم على التنزيل على في الارض ديال الواقع، هذا هو اللي خاص يكون. لان الان راه يمكن تكلموا على الرجاء اليوم وردوها بحال شي عروس في ليله ديال الزفاف ديالها، ولكن الصعوبه ديال التنزيل ديال هذاك، لان الامر صعيب وما صعيبش، هو صعيب اللي كتكلم على الملايير. عندما تكلم في 2016 سعيد حسبان وقال على ان 17 مليار، ثم عاد ليقول على ان الامر اكبر 23 مليار، وعلى ان الرجاء مهدده بالسكته القلبيه، وعلى انه وعلى انه وعلى انه الشهر كيخلع. ولكن الان كيفاش وصلت الرجاء لهذه الازمات؟ كيفاش حتى يعني اصبحت فريق اللي هو مفلس، كيفاش اصبح عنده نزاعات وعنده التزامات خصو يؤدي في الداخل وفي الخارج، لا الفيفا ولا دا شيء، ما خصوش يكون. نتمنى التوفيق والجمع العام انه يكون سيد نفسه، وما تغلبش، ما يغلبوش الاشخاص ولكن تغلب مصلحه المؤسسه قبل كل شيء. ونعاود نقولوا فالرجاء انقاذ الرجاء. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.